السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير جميعا. يعني معلومة سريعة على الماشي، حاجة لذيذة كده لقيتها قلت نشاركها مع بعض، بالذات للزملاء من النواب وبالذات كمان الناس اللي بتنزل طوارئ. جيلك عيان بالترد منتال ستيتس، حصل تغيير في المنتال ستيتس بتاعته او في الكونشس ليفل او وات ايفر، يقول لك العيان ده مش مظبوط. ايه الاسباب اللي تخلي العيان ده مش مظبوط؟ افتكر كلمه موف ستيوبد، موف ستيوبد، موف ستيوبد. تعال ناخد الموف ستيوبد. الام ميتابوليك انسلت، خلاص ميتابوليك انسلت الديفيشنسيز سواء كانت في فيتامينز او في مينرالز، خلاص، او الهايبوغلايسيميا، ماشي، كل دي حاجات ميتابوليك. الاو الاكسجين، مشاكل الاكسجين، الهايبوكسيميا، خلاص، سواء كان سببها بالمونري او كاردياك او انيميك وات ايفر. الفي فاسكولار كوزز، سواء كانت ستروك باشكالها او الهايبرتنسيف emergency بالذات الهايبرتنسيف انسيفالوباثي او عيان وذ ام اي. خليك فاكر فاسكولار ستروك هايبرتنسيف ايمرجنسي ام اي. الاي الكترولايت امبالانس، الكترولايت امبالانس بالذات الصوديوم، خلاص، او اندوكراينال فاكتورز، العيانين اللي عندهم ميكسديما او العيانين اللي عندهم بان هايبوبيتيوتيريزم او الناس اللي عندهم اديسون. سيجر الاس ستيوبيد، الاس السيجر، سواء العيان ده في ستيتس او حاليا بوست اكتل. التي حط بقى تحتها التيومرز، الإديمة بتاعت التيومر، التوكسنز، خلاص، التروما، ماشي، التمبريتشر تشينجز بالذات الهايبرثيرمي بالذات في الناس الكبار، الإلدرلي أو الجرياتريكس ممكن بس إن هو فيفرش يبقى ديستوربد. اليوريميا، خلاص، خليك فاكر برضو التروما في الإلدرلي ممكن تبقى ماينور تروما وتعمله سب أركنويد هاموش. اليوريميا خلاص رينال يعني، وقيس عليها العيان الهيباتيك، قيس عليها العيان الهيباتيك. البي السايكياتريك، سواء كان سايكياتريك ديزيز او سايكياتريك دراج، سايكوتروبيك دراج. الاي الانفكشن، سواء كانت سنترال انفكشن مننجيتس او انسيفاليتس او اذر انفكشنز بالذات اليو تي اي وبالذات في الجرياتريكس برضو. اخر حاجه الدي الدراجز، سواء كان دواء لسه هو واخده جديد، خلاص، او دواء احنا بنسحبه، دواء واخده جديد او دواء احنا بنسحبه، خلاص. يبقى دي الحاجات اللي انت محتاج انك تفتكرها لما يجيلك عيان بالترد منتال ستيتس، موف ستيوبيد، موف ستيوبيد. صباح الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.